جوزها موتها لأنه كان بيضربها ضرب مبرح بسبب خلاف ما بينهم، خلافات زوجية. خدوا بال حضراتكم، راجل البيت اللي بيسمعني دلوقتي، وبنصح نفسي قبلكم والله، لم بيتك شوية، بمعنى قرب زوجتك وولادك وعودوا إلى الحوار الأسري، لأن السوشيال ميديا أثرت على الأسرة المصرية. حضراتكم الزوج بيطلع طول اليوم في شغله وبيرجع الساعتين التلاتة اللي بيقعد مع أولاده فيهم قبل ما ينام هو قاعد على الفيسبوك، ومراته قاعدة على الفيسبوك، وولاده كل واحد قاعد في أوضة على الفيسبوك. ده أمر جد خطير، لابد إن على الأقل على الأقل ادوا لنفسكم ساعة يبقى فيه حوار أسري ما بينكم. هذا البعد، دي حروب الجيل الرابع على مصر، احنا داخلين على حروب الجيل الخامس في العالم مش في مصر بس، بس احنا كأكثر دولة مستهدفة من قبل انتوا عارفين كتائب إلكترونية مختلفة، مش عاوز اخش في امور سياسية. السوشيال ميديا هي الحرب الحقيقية على مصر، وانا مش حد بقى، انا راجل متخصص في شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعندي المعلومات الكافية التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك اننا داخلين على حروب الجيل الخامس. ايه المطلوب؟ المطلوب ان حضراتكم تركزوا على ايجابيات السوشيال ميديا فقط، ابعد عن سلبيات السوشيال ميديا، لان للاسف الشديد للاسف الشديد السلبيات في السوشيال ميديا كثيره وعديده. دي عاوزه حلقه بقى ان احنا نتحدث فيها. طيب الزوجه، تفاصيل وفاه زوجه شابه بعد علقه ساخنه او علقه موت من زوجها، جوزها ضربها ضرب مبرح فماتت، دي في الشرقيه. دي متزوجة زي ما الخبر قدامكم ومنشور على يعني اليوم السابع، اهي قدامكم الواقع، اقروها براحتكم عشان هنطلع نشوفها في دقائق معدودة كده. نشوف فيديو خروج دلوقتي، الزوجة الشابة لسه يعني في العشرينات ولا في بداية الثلاثينات، تم قتلها على يد زوجها بعد علقة، يعني مش قادر اقول والله بصراحه هذه الجرائم الاسريه اللي زادت بشكل كبير جدا، مش هنقول ظاهره ولكن زادت. نطلع نشوف الفيديو ده ونرجع نستكمل مع حضراتكم.